المشكل هذا مستقبلا. بالنسبه للعدد ديال المياه ديال جامعه طنجه غادي نرجع على نفس المشكل، ان قله ديال الموارد البشريه كتخلي اننا ما نقوموش بالتتبع ديال هذه العدادات، ومجموعه ديال الاختلالات كانت يعني شروا للموظفين ديال الجامعه ان في واحد شي عدادات ما كنعرفوهمش كيجيو في الدورات ديالهم، غنمشيو كذلك الاسواق مثلا السوق ديال المكاده راه المصيبه ديال الفستان خلصوا حنا جماعه، وهذا ملي كينطبق على كل شيء. مثلا كذلك الملاعب ديال القرب كنخلصوا لهم الضوء كنخلصوا لهم كذا، ولكن الاستغلال ديالهم كيعود على 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 ناس اخرين، نفس الشيء كاين في الاسواق كذلك. حسب الموضوع اللي تير في مناقشة الدورة العادية لمجلس مقاطعة السواني فيما يخص شركة أمانديس والشواهد الإدارية، أن الشهادة الإدارية بالنسبة للمقاطعة هي شهادة توثق بنائب الرئيس المقاطعة المكلف أو رئيس المقاطعة، وتقدم إلى شركة أمانديس لإدخال العدادين سواء الكهرباء أو الماء في إطار قانوني. ولكن المفاجأة هو أن مذكرة الوالي استعملت بشكل غير واقعي وبمشاكل عدة، كخلق خنق المواطن بعدم تمكنه من إدخال العدادين الكهرباء والماء بهدف أن عملية الشهادة تخضع إلى معايير أخرى حسب الشركة، مع العلم أن شركة أمانديس شركة مفوض لها التدبير فيما يخص الكهرباء والماء، ولم نعلم كلنا نحن المنتخبون لماذا أقحمت شركة أمانديس كطرف أساسي، ملي كنقول أساسي كنشطر عليها، لأن ملي ولات هي كترفض ولا كتعطي ولا دار، أن تواجد السلطة معنا في اللجنة المكونة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه والموظف ديال مشرحة التعمير وموظفين ديالهم ديال أمانديس ورئيس دائرة أو القائد ديال المنطقة أو ما ينوب عنه، ولكن رغم تسليم هذه الشهادة لم تعطى للمواطنين العدادات لحد الآن، هذا اليوم إلى حد اليوم الذي نتكلم فيه عن الموضوع، لأن الشركة تعتمد على أساس أنها لها فروع يتبين لنا أنها كل فرع له خصوصيته، وعلى المقاطعة أن تراسل أي ملحقة لأمانديس على حدة، إذا كان في الشرف السواني عندنا جوج ديال الملحقات مثلا جوج مؤسسات اللي تابعين أمانديس خصنا كل وحدة نصيفطوا لها مراسل، وكتطلب وثائق إدارية رسمية، يعني ملي غادي يعطيك أنا الأصلية ديال الشهادة الإدارية والسيد ديال أمانديس حضر في اللجنة وحضر في هذا، فين المصداقية لهذا المجلس ولا ديك السيد اللي حضر؟ فوتوكوبي باش يمشي يدلي بها، هي كتدي الاصليه والمواطن اللي كيدير الاصليه كيمشي يعطيها لهم ليلهم، اذا كيصبح هو ما عندوش لا يملك شيئا، ومع العلم ان ما خصهاش تكون هكذا، خصها تكون المسائل الطريقه اللي خصنا نتعاملوا بها مع امانديس هي كشركه مفوض لها الفو، باش يكون مثلا غير اشاره من المجلس مثلا هذا السيد مراسله الشركه بان عدد الناس اللي طالبين الشواهد وكذا، وهي كتنفذ لان هي كتبيع وتشري، هي شاريه وخصها تبيع، هذه هي النقطة الأساسية. ولا مشيتي حتى غلطتي غير انت عفوي كموظف غلطتي في رقم أو عنوان هذا، كان مهم كتقول لك جيب لي شهادة المطابقة، شنو المطابقة غادي نجيب لك وأنا السيد مثلا غير تحول العدادات كانوا في سميتو ومثلا بغى يحولهم لأن بعد الدار ولا بعد ديك الملك اللي عنده، كيقولوا لا خصك تثبت لي، ورغم ان وجود تيتر ديال الملك ديال الدار كل شيء، المهم هي كترفض. دابا السؤال اللي هو كطرح ساكنة طنجة هو ما هو دور المجلس وما هي المسؤولية اللي على عاتق المجلس لحل هذه المعضلة، ومعضلة كبيرة، ولا نتكلم عن الفاتورات وغلائها والجهات وهذا. أنا دابا رجعت أمانديس بحال المؤسسة المالية بليزون كتخدم بليزون دبرانس ماشي هي ترمديبان ماشي هي كذا كل وحدة، والنسبة ديال الاستهلاك ولا ديال ودون المراقبة ما يقولكش بأن احنا كنراقبوا ولا الجودة ديال هذا ولا عدم الاستهلاك ديال ما كيراقبوا لا استهلاك ولا حتى شي حاجة، يعني ما كاينش الموظفين عندنا اللي كيدوروا
مثلا وغنمشيو نراقبوا العدد الاستهلاك. انا بنفسي عملت قدمت شكايه، جاتني واحد المبلغ قدمت شكايه وهذا ونقصوا لي، قال لك حقا السيد غلط ولا شي حاجه. والغلط حنا غنتحملوه حنايا، والضياع ديال الماء غنتحملوه حنايا، والضياع ديال الاناره كنتحملوها حنايا كمواطنين. ها هي المقاطعه، هما دابا رئيس المجلس وديك الشيء كيقول لك جبر عدادات ما كاينينش، وفاتوره دائما غاليه ديال مقاطعه السواني لمن تؤدى، وفين هو السر ديال ديك الخفاء ولا اخفاء العدادات المائيه؟ يعني هو مشكل امانديس مع الجماعه ولا مع المواطنين ماشي مع الجماعه، شيء مخزي ومخزي جدا، وخصو حل جذري مع الشركه. المهم وخص جلسه مهم خاصه مع المسؤولين اللي فوضوا له الامر. المهم وشكرا.